ظهورك الأول للمسرح هجوم أخوك طبعًا الله يرحمه. ذيك الفترة كانت صادمة للسعوديين. أنا أتذكر حتى في اثنين من الفنانين الكبار كلموني ذاك الليل هذول يمثلون علينا ولا صدق؟ أيه. هو الموضوع كان أنه أنا كنت سنجل في الخليج يعني إذا هي ما هي متزوجة في حكم أخوانها أو في أبوها أو كذا أيه. أوكي حتى لو أنت معترض ما توصل لهالدرجة أن تفضحنا قدام العالم يعني. يعني يوم دخلت جوا في المسرح جزمتي واحدة طاحت مش سحبني البودي جارد فيلم يعني. فلما دخلت جوا وأصيح والوزير ومدري مين والأمير والفلان كله يبغى يطمن عني كنت لسه ماني مشهورة حتى ما عندي صورة. قلت لهم أنا بطمن الناس اللي يعرفوني وأهلي وكذا أنا بطمنهم بطريقتي أني أنا أرجع ثاني مرة على المسرح لأنه قناعتي أنه أنا عندي موهبة قناعتي أنه أنا ماني قاعدة أعمل شيء غلط. الفنان الراحل طلال مداح كان له دور كان يشجعني ويبسط لي الأمور أنه ما يبغى لها شيء وبسيط الموضوع وكذا.